عسلامة. عسلامة خويا. شنو احوال السوق وشنو جبتوا احكي لي؟ ولا انا جبنا القطاع هذا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، سادس بيانز 120 ضيفه. السوق بلا شوي 120. اه جبت له القشار هذا، هذا هي كرهبه بها لك. شوف مع القشار خويا، انت مولا كرهبه، خلينا نكملوا معك انت شويه. قديش طالب فيها؟ منين جبتها؟ قديش ماشي؟ عطاو 28. عطاو 28 ولا بالكلمه عطاو 28؟ عطاو 28 وحتى ما يدور في السوق لهنا. فهم شيء يعني انت من بعد نكلمه تك نخدم ما شوي شوي عليه. طالب على ربي 30. هذه شاريها ولا كنت كسيبة؟ انا شاريها كسبها جاي من برا. ها عندها قديش؟ عندها عام ونص كيكا. عام ونص عندها عام ونص وجاي من برا. مين من برا جاي؟ من المان. من المانيا. ضايفه برشا الكهرباء. شوف قديش ماشي. 300 300 وشوى برابر الكراهب الاخرين مثلا تير بهم تيران. هذا مرحبا اخويا. يعني نظيفه الموتير نتاعها؟ نظيفه كل شيء، نظيفه الصاله كل شيء، مارش رجله على الاخر. كهرباء خويا نتاع كسيبه هذي. باش يكسب خويا يكسب ينسى. مرسيدس الالمان بصفه عامه. الالمان باش يكسب. توا السوق تشوف فيه بالع جمله خويا. باهي قال لك السوق بالع وعطاو 28 وما باعش، طلب 30. خويا هذاك هو سومها. نمشوا نحنا فهمني، نمشوا مع السوق مع الاسوامات. شنو هي قاعده تدور الاسوامات لهنا خويا؟ نتبعوا نحنا نتبعوا اربعه فهمتني. ونظافه كهرباء تدلل عليها، فهمت كيفاش؟ كهرباء تدلل على سومها، مازالت تعيش معك تجبد حتى مليون هذي. كيفاش خويا كاو؟ قلت لي يتحل في المليون. يتحل في المليون. معناها مازال 700,000 على كلامك انت. مليون. انا في دور. هي ماشية 300,000. ماشية 300,000. اي مازال 700,000. لا لا هي تحل في المليون. مازال ماشي. ماشي خير الله. وماشي 300 وهي نظيفة نظيفة. خدم وتسمع الرنة والموتور والدنيا. خدم لنا خلينا نشوفوا حل الكابوت. شار شار كل شيء فيها، كل شيء فيها، مارش مريقل توت اوبسيون حاجه به الكتريك مال تحل كذا. شوف موتور اسمع الرنم ان شاء الله. نيفا بالقدام تاع واحد كساب، تاع واحد كساب يستحفظ عليها. هذا ديجا تعدى راجل قبيلة ومرته هبل عليها ذا نمرويا وباش تروح كان لهذاك راه اللي هو مرته. باين ولد ميكانيك فهمني ويفهم مغروم. باهي منين جبت هالكهرباء هذيك؟ منين جبتها؟ اي شريتها. اي منين انت جبت؟ من حي تظام. من حي تظام. القطايع نتاعها كلها مريقله نظيفه. نظيفه موجوده نظاميه انا. زين ماما موجودين طياحة فهمني أمريكا. اليوم الأسهم الكرهب غالية، وأنت كيف باش تبيعها باش تلقى كيفها ب 30 مليون؟ ما تلقاش. علاش؟ تلزيت؟ تلزيت تلز باش تبيعها هكا. هيك هي التجارة، ربح وخسارة. مرة تربح مرة تخسر. هي هذيا كانت على أساس كسيبها يعني، أنت ما عادش باش تبيع. جيت انت نظيفة على اساس كسيبة، غير جاي وقت موضوع اخر. ان شاء الله واحد يكبر فهمني في المشروع اذا ما نبيعوا هذايا فهمني، وربي سهل ان شاء الله. مرجي ناخذوا كعبه ما خير، ناخذوا اللي من بعده نوفو عليه. هذه المرسيدس ب 30 مليون، شنو رايك في الكهرباء وتعطي رايك؟ لا يا اسمعني، الكهرباء نظيفة تستاهل السوم هذاك اخويا. تشوف السوق ما فما حد شيء معناها يعجب فهمتني. السويم غالية ياسر تاو ديما تحكم على النظافة نتاع الكهرباء. ما أي واحد تجيبو نتام نظافة كهرباء ويقعد مصلي يعني بيهم. إيه برشا يقولوا في الغشة كثرت وكذا. أكيد أكيد ديجا أنت مش شيخ في قدس وشكار كيف يقولوا، باش لازم ميكانسيا وتشوف. جا واحد من النغمة نتاع الموتور ومن كل شيء جا باش تسوق، باش لازم ميكانسيا فهمتني.
كيف تخوف كاين تخوف اما كي ميكانيك كي انت راهو في كوم الفو يعني ما تلقاش حتى كهرباء انت في نظافتها في السوق انا عملت دور انا السباح ودخلت داخل سوق كامل الاف الكهرباء احسن كهرباء كهربتك ليه ليه في المرسيدس مش لا في المرسيدس حتى كهرباء نظيفه كيف لا والله ما فما حتى كهرباء نظيفه كيف في السوق في المرسيدس الموديل نتاعها واحد قال لي اعطوني 25 والاخر طالب 33 هاكا مرسيدس هذيا كبار امشي سوما شوفها كيفاه لفت قارنوا ببعضهم برا سوما قداش طالب شوفوا شو يقول ديما هي العمدة على الموتور زاد الكروسه الثانيه خويا الكروسه هي خويا كل به الفايده كيف فما حاجه معناها في الميكانيك تتصلح معناها عادي اما ديما بكي على الكروسه تبدا الكروسه واقفه ونظيفه خويا فماش حد شيء يقلق اخي اليوم على الكراهب في السوق غاليين خويا والله غاليين كراهب عمرها 50 سنه يقول لك ب 10 ملايين ايش قولك انت كان جات في فرنسا يكسرها ويقولوا له هات كمل الباقي ونعطوك كراهب جديد نحن ما عندنا شيء يعني زيد بخصوص الغلاء فما اللي يقول تونس من سياراتها تعتبر الاغلى في العالم اغلى في العالم صحيح لو تمشي للجزائر ريت هنا ب 10 ملايين في الجزائر ب 4 ملايين فلوس تونسيه معناها كي تشريها بفلوس الجزائر تجي اكثر لما كنت تحسبها بفلوس تونس تجيب 4 ملايين هاو نزك تاو 205 عند 30 سنة ولا 35 سنة ولا حتى 40 سنة ب10 ملايين كان كيفاش تجي 40 عام ب10 ملايين ب10 ملايين عاد واحد ياخذ كهرباء جديد اخير كان يرخصونا في جديد تاو تشوف فيها كل بوها على اخوها تشري فهمت علاش الغلاء هذا كله هذا يا خويا الغلاء قال لك الدينار طاح تاع تونس هذاك علاش الغلاء فهمني هذاك علاش الغلاء دينار 3.5 فهمت هذاك علاش تو دور تو تشوف من 10 سنين وانت يطلع الكهرباء هي الكهرباء فات 5 سنين سي اوت من 10 سنين وانت يطلع شوف لسان تق بريسك قريب اللي حق جديد فهمت شنو لازم اليوم باش تبقى السيارات تستقر شويه يا ودي نحو سيارات القدم وكل دخلوها الكاس كلها دور الدوله تنحاها الكهرباء فات 5 سنين سي خرجها من اللعب هك. وي خرجها من اللعبه باش يعمل مصروف تاع عائله اخرى واللي عنده كهرباء كهرباء عمره 15 سنه حسب رايك تمشي بها 200 كيلومتر ولا 300 كيلومتر ما يبش لابد باش تكلم لك حاجه ولا اقل حاجه ب 100000 بعد ناحيه القديم وهو بدا بيع في الجديد ورخص لنا شويه في الجديد واهلا وسهلا ومرحبا بتونس شنو المشكله سهله يا سهل تم اتفاقيات تصير تكون سهله بتبيع تو يمشي القشا واحد يبيع فيها وهذا يبيع في كهرباء قول له قد الكهرباء دي هذه ب 35 مليون 35 مليون قد عمرها قول له قد عمرها قديش عمرها 10 سنين 10 سنين و 35 مليون قديش تعمل هي في الدار الجديده جديدة لا النوفو موديل تو في 90 مليون 90 مليون 83 مليون كلام صحيح اللي يحكي فيه راه علاش قلت لك احنا كانوا يطيحونا الصوم في جديد شويه تولي الامور يا ودي القديم تشريها تبقى تعاني فيها ما تعاني من الكبير كان امك وابوك يا ودي وهذه مثلا 35 مليون نحكيو على الكهرباء هذه هي هو قال لك عمرها 10 سنين 35 مليون عمرها 10 سنين هي هو قال لك هو عمرها 10 سنين زيد 5 سنين اخرين حتى الاكسسوار نتاعها ما عادش تلقاها في بالك ما كل 5 سنين موديل جديد ولا كل 5 سنين تلقى موديل جديد باش تلقى الموديل هذا ما عادش تلقاه هذا حتى في الستوك تلقاه معناها الاكسسوار نتاعه قديم يوفى الاكسسوار نتاع ستوك نتاعو القديم ما عادش تلقاه تولي من الكاس ما عادش تلقاه بينتي كي نحكيو على السوق اليوم شنو رايك في ارتفاع الاسعار فما اللي يقول تونس من اغلى سيارات في العالم سمعتها انا سمعتها صحيح سمعتها بيام عمرها 50 سنه اقول له قد ايه هذيك تونس اغلى سوق سيارات في العالم اضخم سوق واغلى سوق كهرباء وكهرباء قديمه اغلى من جديد كمل معاك تاخذها من الثمانينات 12 و14 مليون تمشي للبوتيك تشري اكسسوار بواني ولا بياسه يضحك عليك اللي يمشي يبيع لك البياسه يضحك عليك علاش يضحك عليك يضحك عليك منين جيتي جبتي كارت غريز ولا جاي تطلب في بياس من الاثار وشوف سومها قداش شوف انت سومها قداش قداش منه المواطن وقداش منه الشعب كهرباء في ايطاليا تلقاها ب 100 اورو فهمتي تلقاها هي نفسها في تونس وفي ايطاليا انظف 100 اورو غاديك تلقاه لهنا ب 12 مليون كيما 106 12 مليون يا صاح فيات بونتو 1 ب 14.5 لوروب بعيد علينا 50 كيلومتر بحر ب 14 مليون ونص
شنو هذا؟ شنو هذا وين ماشيين؟ مش تحكي على الاقتصاد وكن نحكي على الكراه برك وين ماشيين؟ المواطن ما عادش نجمش يسيارها لصغاره